قسم الطوارئ في مستشفى الرحبة في أبوظبي شهد توسعة وتجديدا في أقسامه، كونه القسم الذي يشكل واجهة المستشفى ويستقبل أهم الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة. المستشفى طبعا هو في موقع استراتيجي على الخط السريع، طبعا زيادة عدد السكان هنا في المنطقة طبعا محتاجين لغرف وخدمات أكثر، في خاصة في الطوارئ. يعني هذا كان التوجه أن نحن نزيد العدد الأسرة والخدمات للمريض. وهذه من أهم المبادرات لشركة أبوظبي صحة من ناحية إرضاء المرضى وتقديم خدمات سريعة لمرضانا، وخصوصا الموقع الاستراتيجي لمستشفى الرحبة على الخط السريع، مما يوفر سلامة للمرضى في حالة الحوادث لا سمح الله. خلال أعمال التوسعة أخذ المسؤولون راحة المريض في عين الاعتبار، حيث تم توسعة الممرات وزيادة عدد الغرف، منها غرف الفحص وغرف الأشعة وغيرها، فضلا عن تسهيل عمل الممرضين بوضع أجهزة لمتابعة المريض وعدم التأخر عليه. احنا راعينا في التوسعة الجديدة خصوصية المريض، المكان الواسع، إن شاء الله عدد الطاقم الطبي راح يكون أزيد وما راح يكون في طول انتظار إن شاء الله. وتأتي هذه التوسعة نتيجة حرص المسؤولين، حيث استغلوا هذه المساحة لتوسعة قسم الطوارئ ليحققوا بذلك رؤية شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، على توفير نظام صحي متكامل للمجتمع وفقا لأعلى المعايير الدولية. التوسعة في مستشفى الرحبة تضمن قسم الطوارئ لأهمية الموقع الاستراتيجي للمستشفى. مهرج جنيبي، العلوم الدار، المستشفى الرحبة.